ونقول ألو. ألو مساء الخير. مساء النور. إزيك يا أسامة؟ الحمد لله تمام. إزيك يا رب. أتعرف بيكي؟ ممكن ما نقولش الاسم. ممكن ما نقولش الاسم. طب كم سنة؟ 27 سنة. طيب مرتبطة؟ والله يا أسامة هي دي المشكلة، أنا مش عارفة دلوقتي أنا مرتبطة ولا منفصلة ولا مخطوبة. ليه بقى؟ أحكي لي إيه اللي حصل. أنا مرتبطة بحد زميلي بقالنا سنتين. إحنا خارجين كلية واحدة وتعرفنا في كورس وبقالنا سنتين، يعني في حب ما بيننا وفي تفاهم، حاجات كتير حلوة. وعقليا يعني أنا دايما بقول هو في عيوب كتير، بس لإني بحبه قوي فأنا متقبلة كل العيوب، مش شايفاها تقريبا. قعدنا لغاية ما قلت له طيب إحنا لازم ناخد بقى خطوة رسمية، يعني ما ينفعش كده. قال لي طيب خلاص تمام، أنا هاجي وهقابل أهلك. وفعلا جه وقابل والدي وتعرف عليه. بابايا كان في حاجات كثيرة معترض عليها، زي مثلا إن أنت مش شغال في شغل حكومي، أنت شغال في حاجة قطاع خاص، أنت ما عندكش شقة تمليك. هي لسه الناس بتفكر في الشغل الحكومي؟ بابايا آه. والله ده مش متوفر وأنا بدور والكلام ده، بس يعني أنا لازم أطمن على بنتي في حاجة زي كده. طيب ما عندكش شقة تمليك، أنا مقدم بس هي لسه ما جاتش، هات لي الورق اللي يثبت ده، كلام من كده. تمام، واتأكد ان في حاجة مقدم عليها وان احنا ناخد حاجة اجور مثلا لحد ما الدنيا تتظبط. لحد يوم الجمعة اللي فاتت قال انا هجيب اهلي وهاجي علشان نقرأ الفتح. تمام، اهلا وسهلا. وفعلا جم، حصل نفس الشد ما بين بابايا وما بينهم في برضو حكاية الشقة وحكاية الشغل القطاع الخاص وهو بس في النهاية كان بابايا بيقول تمام، انا بس عايز ليكوا حياة افضل وانا خلاص تمام موافق. طبعا في الوسط حصل شد ما بينهم. طيب حلو قوي، وانت ابني وانا بخايف عليكم وانا عايز حياتكم بعد كده تبقى فيها امان. تمام، وقرينا الفتح الحمد لله. طب حلو. فجأة مفيش بعد قراية الفتح بوقت قليل جدا كلهم قاموا، هو واخواته وبابا ومامته، وخلاص احنا هنمشي. طيب يا جماعة لسه في وقت؟ لا تمام كده اوكي باي باي. كلمته انا بوصل اخواتي شويه وهنتكلم. طيب تمام. بعد شويه انا بكلمه مفيش بقى رد خالص، فجاه الانسان ده اختفى يا اسامه. انا بتصل، اهله قعدوا معاه قالوا له احنا اتبهدلنا والراجل اتعامل معانا وحش، وانا مش بتكلم ان ابوكي خايف عليكي، بس يعني يمكن هو كان متشدد شويه فهو راجع نفسه وقال لك خلاص شكرا، لا انا مش يعني قرايه فتحه تتفك عادي، يعني مش قصه، يعني ده احنا مرة بقى لها نص ساعه. هل انا للدرجه دي هينه ان هو ما يقوليش؟ قبل كده حصل تاتش ما بينه وبين اخويا وقلت له على فكره لو ده اللي هيريحك ان احنا نبعد انا ما عنديش مشكله وهطلع شكلك كمان كويس. على فكره عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه. ايهما اغلى عند الانسان؟ انسانه حبها ولا حياته كلها؟ ما هو ممكن يكون بيحبك بس حاسس انه هيتبهدل في الجوازه دي وحياته كلها هتتدمر وهيتزنق وخلافه، واهله شجعوه على كده وخلاص يعني. طب عرفني قول لي والله باباكي قال كذا كذا. يا اسامه انا اتصلت بيه بيقفل عليا، يعني واجهني بعد خلاص. يبقى انا برجوكي بقى دلوقتي انك ما تحاوليش تتصلي بيه تاني حفاظا على كرامتك. يعني اهلي كلموه واتصلنا بوالدته كمان ما حدش بيرد علينا. خلاص هيقولوا بعد ما اتعوجوا علينا بيجروا ورايا، عشان كده بقول لك ما تكلموش تاني خلاص. ابوكي عمل اللي فيه خير وقال كل حاجه، قال له انت زي ابني وانا خايف عليك وخلاص، وقرينا الفاتحه يعني كان بس بي بي بيغلي بنته. ولكن التاني حس ان الموضوع جاي على كرامته او تعوج او زعل او 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 خلافه اي شيء من هذا القبيل، فخلاص خلص الموضوع. ما تتكلميش تاني خالص، الموضوع خلص. لو هو عايزك اللي قرا فتحتك ده هيجي يخبط عليك يقول لك انا اسف جدا انا كان بس عندي تفكير وكان وكان وكان، انما لو هو فعلا خلاص كان قراره النهائي يبقى مش هيرجع تاني، وفي الحاله دي يبقى كويس جدا ان انت ما حاولتيش معاه اكتر من كده عشان ما تهينيش نفسك. خلي بالك كرامتك غاليه، والبني ادم اللي يخش علاقه من دي وكرامته في السماء وكرامته شايلها كده على راسه من فوق وماشي بيها بيفضل متصان طول العمر، اما البني ادم اللي بيهين كرامته بيتهان طول العمر.